السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه من الوصفات الناجحه واللي كتصلح كالكوتي او للفطور، وممكن تقدموها حتى في شهر رمضان ان شاء الله على طاوله الافطار. فما نطولش عليكم، نبداو على بركه الله. في واحد الاناء او زلافه كناخذ 3 كيسان ديال السميده الرقيقه الخاصه بالحلوى والحرشه، كنضيف لها كاس ديال السنيده، والسكر كيبقى على حسب الذوق، جوج خمارات من فئه 7 غرام، كيس من الفاني، شويه الملحه، كنخلط النواشف، ثم كنضيف عليهم نص كاس من الزيت النباتيه، كنبسبسها مزيان يعني بالزيت هاد السميده حتى كنحصلوا عليها على شكل كسكسو، كتلبس جيدا. حتى كنحصلوا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. من بعد كناخذ 450 مللتر من الحليب. دائما البنات نذكركم ان الحليب راه ما فيهش 500 مللتر، فقط 450. كنقص منه واحد الكاس، كنوضع فيه بيضه كامله. فانا هنا غادي نطربها غير غادي نخلطها غير مع الحليب، فهنا ممكن تطربوها بشي فرشيطه باش هكا يتحل صفار البيض ويتخلط مزيان مع الحليب. فانا فقط خلطتها شويه، ما تحلتش بزاف البيضه، مي ماشي مشكل، غادي نخلط كل شيء في الاخير. وهنا كندخل السوائل مع السميده، وتنخلط حتى كنحصلوا على واحد الخليط كيكون هكا ماشي ثقيل وماشي خفيف. من بعد كناخذ واحد المول اللي دهنتها بالزيت ورشيتها بالسميده الرقيقه، لبستها مزيان بالسميده، كنوضع فيها نصف الكميه، كنسرحو. ثم كنضيف الشكلاط، عندي هنا الشكلاط اللي حكيته في الحكاكه الغليظه، فهذا الشكلاط الخاص بالحلويات، كيكون نوعيه جيده باش كيعطي مذاق لهاد الحرشه هذه. وغادي نضيف شويه ديال الكركاع اللي هرمشتو، بالنسبه للكركاع فانا حمرته من قبل، وممكن توضعوا اي نوع من المكسرات بغيتو، وممكن تكتفيو غير بالشكلاط. وبالنسبه للكميه اللي بقات ديال الحرشه اولا ديال الخليط، كنضيف ليه الكاس ديال الحليب، كنخفوه لان السميده كتشرب والخليط كيعقد. وبعد ما كنخلطو مزيان كنوزعو فوق الحرشه من الفوق. بالنسبه للفرن البنات، شعلتو على درجه حراره 200 من الفوق ومن التحت، فالفران خصو يكون سخون مزيان قبل ما ندخلو ليه هاد الحرشه هذه. كنحاول نوزع على الحشوه باش كنحاول نغطيو ليها الوجه ديالها. وبعد ما كنقاد ليها الوجه ديالها وكنوزع الخليط، كندخلها الفران على درجه حراره 200 من الفوق ومن التحت حتى كطيب. كتاخذ ليا 30 دقيقه، كتحمر من التحت وكتحمر من الفوق، كتاخذ لون ذهبي. من بعد كنخرجها من الفرن البنات، كنخليها حتى كتبرد، فضروري تكون بارده، عاد كنسقيها بالعسل، لان لا سقيناها وهي سخينه فكتشرب داك العسل. انا كنسقيها حتى كتبرد على هذا الشكل، وكنرشها بشويه ديال اللوز مهرمش. كنقطعوها وكنحصلوا على واحد الحرشه بطريقه جديده. كنتمنى البنات انكم جربوا هذه الطريقه، نال الاعجاب ديالكم.
مره اخرى البنات الى عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش ملي لايك ديالكم اللي كيشجعوني كما كتشوفوا معايا البنات. شوفوا كيفاش كتجي ولا اروع، وبالصحه والراحه، وما بقى لي الا نخليكم مع هذه الصور، والى اللقاء.